مره اجمع انت تور الفسحه تاتي اول واحد يبدا بها انت الفسحه بس تاتي روح صبها في الصف ادبج راسه الطاوله والبعد والوعد على البيت والوعد على البيت مره واطلع ذرك من المدرسه هاي اي ما دخلت المدرسه عشان اهج الصباح نزلني ابوي طلع عمر ويروح وانا واخوي درقن درقن من ورا المدرسه ما دخلنا وفله وناسه بقاله الفله ايه ابو تدري وين بوفية عند المدرسه نتكي عندها اكل اكل وتك بس الوكاد طلع عمر ويطلعون الساعه 11 مجموعه الا ابوي واقف وين بالبرحه أبروح الساحة انتظر اللي والله العيال يطلعون أبوي انتظر اللي السيارات قلت بعد به يمكن لسيارتين ثلاثة وهو يروح ونطلع من عند أبو فيه ركض رايحين لأبروح هذه الساحة عشان علينا دوبنا طلعين المدرسة يواجهنا أبوي ولا شيء ندرع من أخوه ما طبعين أبروح إلا أبوي جاي مع اللفة أيوة وإعنا في الكمين صحيح الوكادة طويل العمر ويجي مساكنه وين من وين جاي؟ دوبنا طلعنا من المدرسه قال انه اليوم عند المدرسه اخوياكم طلعوا كلهم الا انتم. وانا التفت واشوف عند باب المدير اللي والله ما فيه عند باب المدرسه اللي ما فيه الا سيارتين، في سياره واحد من المدرسين اعرفها ما لقيتها قلت بس واسندها عليه. قلت فلان ابن فلان ماخذ جوالي. انا قلت انها تمشي السالفه يلا اركب ومشينا البيت. كاد قال لا قلت ايوه قال اركب. انا على المدرسه انا واثق ما هو فيه هو ما هو موجود سيارته ما هي فيه واثق انا اي والله يرجع وادخل لكم يا طال عمر حط الشماغ على كتفي مره اي صف اول ثانوي وبدايه المراهقه حط الشماغ على كتفي درعم لهم وكان اخوي ثالث ثانوي درقن درعم عليهم في المدرسه مستانس وواثق انه ما هو فيه وبطلع صادق وندرع من طول عمري يوم عد غرفة مدير قزاز يوم اناظر الا ذا اللي ما هم اللي انا سندتها عليها ثري جالس على الكرسي وانا التفت اغمز له شيء يشر له اي والله اغمز ما في المشكله انه مطوع ما في اغمز له يشر له وندخل ما سندتها لا على مطوع ما هذا بلاي سيارته ما هي فيه سلام وندخل عليه اللي ابوي معي قال ابوي سلام عليكم السلام قال ابى اسالك انت ماخذ جوال ريان ويطالع كرك يا ناصر ويطالع تعال تعال روح تعال ويطالع فيني قال لي شو اسمه انت صف كم؟ قلت انا اول ثانوي قال اول ثانوي قلت له اول ثانوي الظاهر جيم او اول ثانوي والله اني ناسيها اي جيم اول ثانوي جيم كنت عندكم حروف انا ما عندي قال لي صف كم قلت اول ثانوي جي قال طق فك الجدول كان انت من وين جاي يقول هل هي مطوع ذا كان انت من وين جاي انظر فيه قلت انا دوبي طالع قال لا ما طلعت اخوياك فوق عندهم حصه انجليزي انا لا طحت في جوال وطحت اني انا مفرك ابوي يلتفت لي انا ضمنته اخماسي ضمنته الكف ضمنته الحين ولا في البيت؟ لا الحين في المدرسة، في المدرسة خماسي استفتاحية في المدرسة خماسي هذه لابد عرفت شلون؟ بالبيت في تفاهم ثاني الو كاد وانا ينقلب وجهي عاد انا لا جحت قلت يا ابن الحلال انا طالع مع الباب وانت تشوفني ثاني شيء الجوال معك قال جوالك معي انا والله العظيم والله قال جوالك معي انا قلت ايوه معك انت يا مسلم يا مدري ايش قلت يا مدادم يا الجوال معك استغفر الله عاد كنت احلف والله ان الجوال معك ما انا اكذب ليش واطلع جوالي من جيبي اقول هذا جوالي كان معك انت معطيني اياه طيب انا معطيك الجوال كيف طلعت انت واخوياك فوق اي قلت يا ادمي انا طلعت مع الباب ما طبحت جدر ولا شيء طلعت مع الباب يوم طلعوا ثالث ثانوي ثاني ثانوي انا طلعت معهم على بالي ان انصرف كلنا وقتها ما عندنا حصه فاضي قلت ما عندي شيء قلت يوم دقت الحصه وطلعنا برا الساحه طلعت ايوه الوكاد اللي ابوي يعطيني نظره اللي كذا يا ولد تجحد وانا صامل الوعد في البيت والله وتالله وبالله والله ها اي تعرف اللي يعطيها وضعيه تجحد اجل انا قفطك الوكاد يا طويل العمر هذاك خلاص هذاك بعدها المطوع غسل يده قال لي انا كان جواله معي
وخذ اعطيته جواله وخلاص. اي جواله معي، شاف اني صامل والله عالف عالف ان الجوال معك. قال لكن احضر حصتك روح. اي اطلع فوق احضر حصتك. انا الحين حطني في موقف لا احسد عليه، انا ما ادري ابوي شو بيسوي بي برا. اي ما ادري وش يسوي بي برا، والطلاب بقندبه يجي. تخيل من الصبح ما رجعت لهم الا الساعه 1 حصه انجليزي. قلت بس انا كيف وينك واطلع لك. كان الدور الثالث ودرع عليهم، عاد معي جوالي زاحف، اعطاني جوالي قال اطلع. فقعد اطلع جوالي كاد ادخل عليهم. وقتها مدرس ما جاء، والعيال وين انت وين انت وين انت. قلت له يا رب لك الحمد ان ابوي ما هو معي يوم يسمع الكلام هذا. قالوا كاد والله يدخل مدرس. ثاني مدرس مكلمه ذا مطوع اللي تحت علي انه يشوف يعني درجاته من الكلام ذا. قال والله شوفه للاسف ريال ما اشوفه بالحصه، ما اشوفه صمليك. اي ما ادري هو نايم هو ما ادري، الزبد اني ما اشوفه. انا الحين كل همي ابوي انا شو اسوي به. انا طلعت اول شيء يسوي فيني ابوي وشو اخماسي صوت خماسي. اعدال ما ادري. قال ودرع لك عاد انتم تخبرون النوم. انا جيت من المدرسه وقتها جاء اخوي الكبير وخذاه. اي ودانا للبيت. ابوي كان بالدواء. اول ما دخلت ما لي نفس الغداء ولا شيء. الفراش وينه؟ غطى بالفراش يطلع عمره. تكنيك النوم عشان اي لا لا تضربني لا لا لكن لكن نايم ما يصل هذا العمال على طول كلنا الوكاد والقد واسمع. وكل ما سمعت صوت باب ولا شيء وانا قلت زي كذا والله اني اضح اني انا جالس تحت بخرب. بس متى يجيبوك عشان اضرب؟ اني اقول كذا بس احترم انت يفك البطانيه اللي بيدها خيزرانه. انا بشوف عاد يا زينها يا زينها لا نمت صحيح. الوكاد وقتها وانا نام صحيح، لا غدا تغديت ولا شيء ونام لك صحيح. على المغربيه على المغرب وانا اصحى. انتم خبرين المغربيه مترجع من المدرسه وانا اصحى من النوم ولا وجهي مفقع. انا ما ادري ابوي ضربني بكيت انا ما ادري ايش صار. بحد علمي اني نمت واصحى على المطبخ والقى لك حاطين لي دجاجه دجاجه احط معها رزي. عرفت اللي تاكل وانت خايف. ابوي كان وقتها نايم يصحى على المغرب يمشي. قلت بس الحين والله رجال تقول بس بالمطبخ وطالع فيه. الوكاد اني والله العظيم جلست يمكن يوم ما قابله. يا انه يا نام يا واللي يودينا للمدرسه اخوي خلاص. يا بقيمك في المدرسه كلش تصدق ما لي مشاكل المدرسه لا دارة بس انه خلاص عرفت اللي انا ما لي مشاكل المدرسه ايش اسوي بك؟ لا تدري شيء ما لي مشكله ولا نهائيا. من هو؟ انا ولا هو شيء المدرسه. انت عقاب انت درست اصلا؟ درست.